السلام عليكم مشاهدينا ومرحبا بكم في نشرة جديدة من نشراتنا الإخبارية عبر قناة الهداف بالجزائر وفي عناوينها. الخضور يسقطون بثلاثية مقابل هدف أمام نيجيريا ويرهنون حظوظهم في بلوغ مونديال روسيا. لكانس متفائل بحظوظ المنتخب الوطني في التأهل، ولولو متشبث بتأشيرة المونديال ويقول أن 13 نقطة ستكون كافية. وفي مجموعة الخضر دائما زومبيا تعود بتعادل من الكاميرون وتعقد مهمة الأسود غير المروضة. أهلا بكم مجددا. خسارة قاسية إذن تلك التي تلقاها المنتخب الجزائري أمام مضيفه النيجيري بثلاثة أهداف مقابل هدف لحساب الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا، وهي النتيجة التي سترهن حظوظ الخضر في التأهل الثالث على التوالي إلى كأس العالم. رهن المنتخب الوطني حظوظه في التأهل إلى مونديال روسيا عقب خسارته بنتيجة 3-0 أمام نيجيريا لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم. الخضر ورغم دخولهم القوي إلا أن الهفوات الدفاعية فعلت فعلتها بأشبال المدرب الجديد القديم جورج ليكانس، حيث ارتكب هشام بالقروي خطأ جسيما بإعادته الكرة لفيكتور موزيس الذي تمكن من وضع الكرة في شباك بولحي لتتواصل الأخطاء الدفاعية، وهذه المرة جاء الدور على عيسى ماندي الذي كسر مصيدة التسلل، وهو ما استغله جون أوبيميكال لتسجيل الهدف الثاني. رد فعل الخضر كان قويا لكن غابت عنه اللمسة الأخيرة من بن طالب وطيدر. الشوط الثاني كان أحسن من حيث مردود المنتخب الذي صنع عدة فرص للتهديف، جسد إحداها بن طالب بتسديدة صاروخية في الدقيقة 67 ليتواصل ضغط الخضر وتغييرات ليكانس، إلا أنها لم تأتي بأي جديد، بل نجح موزيس في توقيع الهدف الثالث لنيجيريا قضى به على أمل الخضر للعودة بالتعادل لينتهي اللقاء وتصعب معه مهمة زملاء ياسين إبراهيمي لتحقيق ثالث تأهل على التوالي إلى المونديال. الناخب الوطني جورج ليكانس تحدث في بضع كلمات مباشرة بعد نهاية المباراة وقال: Et on a montré de qualité et de mentalité. Et c'est pas encore perdu, au contraire. Merci beaucoup. Comme ça. On a raté beaucoup de buts en première mi-temps. Et on aurait pu s'en sortir, on aurait pu nous l'emporter en deuxième mi-temps. C'est ce que vient de dire l'entraîneur du Nigeria. أراد الله ما شاء. حاج الماتش كمان في إن شاء الله كوت نيجيريا. أفكت بوريا نفردي. نعم، يعني فردي. كل شيء ممكن، puisque les autres ont fait match nul. Cameroun, Zambie, ils ont fait match nul. Maintenant 12 points, plus 1 point peuvent suffire pour se qualifier. Cette grande deuxième mi-temps nous donne l'espoir. إن شاء الله، mais j'espère que cette défaite et ce réveil deuxième mi-temps nous servira à la CAN إن شاء الله. إذا كان التصريح الأول للناخب الوطني جورج ليكانس، أما التصريح الثاني فكان لرئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم محمد روراوة. مدرب المنتخب الوطني جورج ليكانس تحدث أيضا في الندوة الصحفية بعد الخسارة المرة، وحمل الحكم جزءا من مسؤولية الخسارة. البلجيكي أشاد بمردود لاعبيه أيضا رغم النتيجة النهائية للمباراة. Et c'est vrai que ce match était très balancé. Premier mi-temps, on a peut-être pas efficace, mais on a joué très ouvertement. Et on a créé beaucoup d'occasions, on n'était pas efficace là-dedans et on a donné deux de cadeaux. Je veux voir si c'est au jeu, oui ou non, parce que ça me semble un petit peu bizarre ce ballon. De l'autre côté, on a raté 4-5 occasions, tu dois marquer. Deuxième mi-temps, mes joueurs ont tout fait pour revenir, ils ont poussé Nigeria en arrière. Et en principe, si à la fin j'ai ouvert la porte de mettre Feghouli, bac droit pour mettre encore plus de pression sur moi. Tu sais, tu peux avoir le contre-attaque. Mais ce résultat n'est pas le bon résultat. Ce résultat, normalement, c'est un match égal. Moi, je ne me cache jamais derrière le blessé et tout ça. Il y a 3-4 qui n'étaient pas là. Je crois que les absences sont absentes. Tu ne peux rien faire. Alors, tu travailles avec les gens que tu as. Je crois qu'ils ont montré une très bonne mentalité. Ils étaient très professionnels dans le stage. J'ai vu votre équipe aussi. Je vais dire les deux équipes. Je félicite mon collègue. Ils étaient plus efficaces que nous. Dans le jeu, moi, je trouve qu'un minimum égal. Et c'est ce qu'on a créé le premier mi-temps. Tu ne peux pas rater sur notre niveau, sur le niveau international. Tu ne peux pas rater des occasions pareilles. Mais aussi, derrière, on a les deux buts. On a fait en faute. Alors, je ne joue pas sur cette situation. Maintenant, c'est.
hors-jeu, oui ou non, je vais voir les images. J'accuse pas l'arbitre, mais c'est vrai que le premier, c'est trop facilement comment tu donnes ce cadeau. إذا هكذا كانت تفسيرات الناخب الوطني جورج ليكانس للخسارة ولخياراته الفنية، ويبعث برسالة أمل للجمهور الجزائري قبل 4 مباريات بقيت في مشوار المجموعة. قائد المنتخب الوطني كارل مجاني تأسف في الندوة الصحفية بعد المباراة أيضا، وقال أن المنتخب ينتظره عمل كبير ليعود من بعيد في هذه التصفيات. Aujourd'hui, c'était un match difficile. Je pense que c'était un match au moins accrocher le match nul. Mais il y a des moments dans le match où on a souffert, où ils ont quand même eu une certaine maîtrise sur le jeu. On a su se reprendre par séquence, notamment en deuxième mi-temps, où je pense qu'on leur a mis quand même une bonne dose de pression. Mais voilà, il nous a manqué, comme je vous ai dit, cette réussite parce que je pense qu'on a quand même 3-4 belles occasions nettes pour marquer. Surtout en première mi-temps, où si je pense que si on arrive à revenir au score, ça peut être un autre match. Donc voilà, maintenant, il ne faut pas se trouver d'excuses. On est à la position où l'on est et il va falloir se remobiliser pour pouvoir essayer d'inverser la tendance, même si je vous dis que ce sera compliqué. C'est vrai, il faut pas se mentir, ça c'est la vérité, c'est la réalité. On n'arrive pas à gagner aussi souvent qu'on le voudrait contre les gros d'Afrique. Donc oui, c'est, de toute façon ça c'est un constat qu'on peut pas s'échapper, on peut pas le fuir. Donc ça mesure aussi tous les progrès qu'il nous reste à faire. Et ça mesure aussi le fait qu'aujourd'hui on nous considère comme une grande équipe. Mais la preuve est qu'on n'en est pas encore une, donc il va falloir travailler, cravacher, être humble et voilà, essayer de continuer à progresser pour pouvoir inverser cette tendance. إذن كارل مجاني يعترف هو الآخر كلاعب بالضعف الذي يظهر به المنتخب الوطني عندما يواجه المنتخبات الكبيرة في القارة السمراء. وسائل الإعلام في العالم تحدثت عن خسارة المنتخب الوطني، وجاء في مجمل ما قالته الصحافة العالمية أن الخضر رهنوا حظوظهم في بلوغ مونديال روسيا 2018. الصحافة العالمية والعربية سلطت الأضواء على قمة مباراة الجولة الثانية من تصفيات مونديال روسيا بين نيجيريا والجزائر، وأجمعت على ابتعاد الخضر عن حلم التأهل لمونديال روسيا عقب خسارتهم بثلاثية لهدف. مجلة أونز مونديال علقت على المباراة بعنوان الأفنك قاب قوسين أو أدنى من الإقصاء، وأضافت أن المعجزة التي وعد بها اللاعبون لم تتحقق في ملعب أيو. أما صاحبة ليكيب فعنونت مقالها تقول الجزائر في أسوأ أحوالها بعد الانهزام في نيجيريا. موقع فوتبول الفرنسي علق على خسارة الخضر قائلا الجزائر في سقوط حر. أما موقع فوت ميركاتو فأشار إلى قوة نيجيريا وأكد أن أجبرها وجهوا صفعة قوية لزملاء رياض محرز الذين يواجهون خطر الإقصاء من تصفيات مونديال روسيا. ولم يختلف رد فعل الصحافة العربية على رد فعل الصحافة العالمية، على غرار صحيفة إنفراد المصرية التي كتبت تقول نيجيريا تؤزم موقف الخضر بثلاثية صادمة. أما موقع ميديا تي في المغربي فقال أن الخضر ضيعوا التعادل في مناسبتين في الشوط الأول في إشارة إلى الفرصتين الضائعتين لبن طالب وطيدر. صحيفة العين الإماراتية علقت على الخسارة تقول الجماهير تتحصر على زمن الماجيك، في إشارة إلى سذاجة دفاع الخضر الذي كان في الأمس القريب نقطة قوة المنتخب الجزائري في عهد القائد مجيد بوغرا. مدرب منتخب نيجيريا غيرنوت رور كان الرجل الأسعد بعد نهاية اللقاء الذي جمع المنتخب الذي يدربه أمام الخضر، وقد صرح التقني الفرنكو ألماني بعد نهاية اللقاء قائلا كنا الأفضل على أرضية الميدان كما تحكمنا في الكرة مقارنة بالجزائريين. أوباميكان ينقصه النسق لكنه استطاع أن يعوض ذلك من خلال إرادته القوية. أقول أيضا أن المنافس لم يكن سهلا، فالجزائر رغم هزيمتها تبقى من أفضل المنتخبات الإفريقية. أعتقد أننا حققنا نتيجة جيدة على أرضنا، عموما قمنا بالأهم وأنا سعيد جدا. فضلا عن هذا الفوز الجميل، نتيجة لقاء الآخر بين الكاميرون وزومبيا ساعدتنا كثيرا. إنه أمر جيد بالنسبة لنا أن نملك فارق 4 نقاط عن الثاني بعد جولتين فقط. إن هذا الفارق جيد بالنسبة لمعنويات اللاعبين،
وحتى الآن كل شيء رائع من خلال لقاءين وفوزين. وبخصوص اللقاء القادم الذي يستقبل فيه منتخب نيجيريا نظيره الكاميروني، قال مدرب نيجيريا جيرنوترول: علينا الآن أن نكمل هذا المشوار الجيد، فاللقاء القادم أمام المنتخب الكاميروني مصيري أيضا بالنسبة لنا، وسنحاول أن نستغل فرصة اللعب على ميداننا لأجل الفوز. وأضاف: علينا أن نحقق الانتصار في المباراة للوصول إلى 3 انتصارات من أصل 3 مباريات قبل التنقلين اللذين سنقوم بهما إلى الكاميرون والجزائر. ولحساب نفس المجموعة إذا عاد منتخب زامبيا الذي خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام نيجيريا، عاد بتعادل من أرض الكاميرون بنتيجة 2-1.